نشرة أخبارية مفصلة من الميادين، والبداية مع العناوين. ترامب يقيل وزيرة العدل والمسؤول عن الهجرة والجمارك لرفضهما تنفيذ قرارات الهجرة، والتظاهرات تتواصل في المدن الأمريكية. الله أكبر. الرياض تعترف بتعرض فرقاطة تابعة لها لهجوم شنه الجيش اليمني أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفراد طاقمها. اتفاق على خروج عشرات المسلحين من سرغاية بريف دمشق بعد تسوية أوضاع مئات المسلحين في غباغب بريف درعا. صباح الخير. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس لرفضها تطبيق قراره بشأن حظر السفر، وللأسباب نفسها، أقال المسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك وعين بديلا عنه. البيت الأبيض وفي بيان له رأى أن ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار ترامب، ورأى أنها ضعيفة في تأمين الحدود ومعالجة قضية الهجرة غير الشرعية. وكانت ييتس قد اتخذت خطوة غير معتادة بتحدي الرئيس الأمريكي بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن قراره لكونها غير مقتنعة بقانونيته. الحزب الديمقراطي رأى في إقالة ييتس محاولة من ترامب لإسكات الوطنيين الأبطال، وأضاف أن قرار ترامب يقوي الإرهابيين في جميع أنحاء العالم. بدورها قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه جرى طرد وزيرة العدل بالوكالة لتمسكها بدستور الولايات المتحدة. وفي أول تعليق له بعد انتهاء ولايته، وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاحتجاجات الراهنة ضد قرارات ترامب بالمشجعة. ولفت أوباما في بيان له إلى أن المواطنين تجمعوا في عموم البلاد من أجل الدفاع عن حقوقهم الدستورية، وشدد على معارضته على نحو قاطع التمييز بين الناس بسبب معتقداتهم أو ديانتهم. التظاهرات تجددت أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول المهاجرين واللاجئين من 7 دول. التظاهرة تصدرها عدد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، حيث طالبوا ترامب بإلغاء حظر اللاجئين. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر قال أمام المتظاهرين إن قرار ترامب سيجعل الولايات المتحدة أقل أمنا وأقل إنسانية. القرار سوف يجعلنا غير آمنين، لأنه سيمنح الذئاب عزلة أكثر، فهم يشكلون الخطر الأكبر. سوف يجعلنا غير آمنين لأنه سيكون لجنودنا الذين يقاتلون في الخارج عدد أقل من الحلفاء. سنكون غير آمنين لأن باقي دول العالم لن تلتفت إلينا. احتجاجات لم تتوقف في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، واشنطن وديترويت وميامي ولوس أنجلوس ونيويورك ومدن أخرى، يجمعها عنوان واحد: رفض القرار الرئاسي لترامب والذي يمنع بموجبه رعاية 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة. هو يضع الأغنياء في الإدارة، هؤلاء ذاهبون إلى تدمير بلدنا والعالم. من غير الدستوري والإنساني ألا تؤمن للنساء والأطفال الذين يفرون من الموت والقهر مكانا آمنا. نحن نحتج على قرار حظر اللاجئين السوريين والمهاجرين من 7 دول إسلامية والذي يعتبر غير دستوري. القرار وصفه معارضو ترامب بالنقيض لمبدأ الحريات الذي يصونه الدستور الأمريكي. على الخط نفسه تعكف مجموعة من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية على إعداد مذكرة جماعية تحذر فيها من التداعيات على المصالح الأمريكية عبر العالم. أما الرئيس الأمريكي فيبدو ماضيا في إصدار المزيد من قراراته تنفيذا لوعوده الانتخابية، وآخرها رفع بعض القيود عن الشركات الصغيرة. نحن في انتظار العديد من الموافقات من مجلس الشيوخ. الديمقراطيون يتصرفون ببطء عمدا، لكننا ماضون، ويوم أمس كان رائعا فيما يخص الإجراءات الأمنية. قرارات ترامب فرضت الصراع داخل المؤسسة الحاكمة بكل أجنحتها، خاصة لناحية تداخل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، مع تنامي معارضة أطقم وزارة العدل. فقد تعهد ممثلو الادعاء في 15 ولاية أمريكية إضافة إلى العاصمة واشنطن بضمان احترام الحكومة الاتحادية للدستور، مؤكدين أن الحرية الدينية مبدأ ثابت ولا يمكن لأي رئيس تغييره. كما تدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في 3 ولايات رفع
رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار الرئيس الأمريكي التنفيذي، وذلك بعدما كسر قضاة اتحاديون قرار ترامب بمنع السلطات من ترحيل المسافرين بأحكام ألزمت وزارة الأمن الداخلي بتنفيذها. تداعيات هذا القرار كانت واضحة لدى مختلف الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأمريكية والأوساط السياسية الرافضة لهذه الإجراءات. ردود الفعل كانت واضحة بين الأوساط السياسية والدينية التي أظهرت مساندة للمستهدفين من هذه الإجراءات، والجميع يؤكد على أن أمريكا هي بلد المهاجرين. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وابقى معنا من واشنطن محمد كريم. أهلا بك محمد. إذن هل من تداعيات خصوصا مع توتر الشعب أو توتر الشوارع الأمريكية بسبب إقالة وزيرة العدل وكذلك المسؤول بالوكالة عن الهجرة، هل يمكن أن تتطور الأمور أكثر من خلال هذه الاحتجاجات؟ نعم، على ما يبدو أن الصراع ما بين الأجهزة الحالية في داخل الولايات المتحدة بدأ مستعرا، وصل إلى حالة واسعة جدا من الصراع ما بين الطرفين. من جهة إدارة ترامب تحاول فرض هيبتها وفرض صفتها على هذه الأجهزة التي كانت تحكم من قبل الإدارة السابقة لثمان سنوات من قبل إدارة أوباما الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. ما حصل اليوم هي بالفعل كما ذكرت تداعيات لهذه التظاهرات التي جاءت نتيجة للقرار الذي أصدره دونالد ترامب بحظر دخول المسلمين عن 7 دول إسلامية. وبالتالي ما حصل اليوم تم في أقل من 3 ساعات عندما دعت سالي ييتس وكيلة وزير العدل الأمريكية محامي الوزارة إلى عدم الدفاع في المحاكم الأمريكية عن قرار ترامب. في المقابل فإن ترامب لم ينتظر طويلا ليصدر قرارا بإعفائها، والذي وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأنه ليس إعفاء بل هو طرد من الوزارة ليعين مطرح مكانها دانا بوينتي، وهو أيضا الذي أدى مباشرة اليمين الدستوري ومباشرة قام بإصدار أمر إداري لجميع محامي وزارة العدل بتنفيذ والدفاع هذا الدفاع عن هذا القرار الذي أصدره دونالد ترامب المتعلق بالحظر على المسلمين. إدارة ترامب بطبيعة الحال ترى أن هذه الخطوة التي اتخذتها ساليت هي خطوة غير قانونية من وجهة نظر إدارة البيت الأبيض، كون أنها لا يحق لها التدخل في السياسة يمكن لها أن ترفض هذه السياسة وتقدم استقالتها، أما أن تحرض العاملين. إلى أي مدى هي غير قانونية السياسة؟ محمد، كيف يمكن يعني مواجهة هذا القرار؟ كيف يمكن ترجمة الرفض من قبل هذه الإدارة وإدارة البيت الأبيض؟ بالتأكيد الإدارة البيت الأبيض تقول أن هنالك سياسة أمريكية واضحة، سياسة جديدة رسمت. هذه السياسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والأمن الداخلي الأمريكي، وعلى جميع السلطة التنفيذية ومن يرأس الوزارات التنفيذية تطبيق هذه السياسة، كون أنها تمثل سياسة البلد العليا ورسمت من قبل الرئيس المنتخب، وبالتالي لا يحق لهؤلاء التدخل فيها. لكن سالية استندت إلى فقرة الدستور التي ترفض سن أي قانون من قبل الإدارة المنتخبة يتعارض مع الحريات المدنية، وهذا القانون موجود في الدستور الأمريكي. وبالتالي من هنا جاءت نقطة الدفاع من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي على الحزب الديمقراطي عندما ذكروا بأن تم إقالتها لأنها تمسكت بالدستور الأمريكي، وهم مستندين إلى هذه الفقرة القانونية التي تدافع عن الحريات وترفض التمييز على أساس العرق أو الجنس أو النشأة أو أي جهة كانت أو على أساس اللون أيضا. وبالتالي هذه هي النقطة الخلافية، وهنالك تصعيد حتى التظاهرات عندما انتهت اليوم وصدر قرار ترامب عادت الديمقراطيون هذه التظاهرات مرة أخرى. التظاهرات تجددت أيضا في هذه أمام المحكمة العليا الأمريكية، وهي المحكمة التي يستند إليها لتطبيق الدستور الأمريكي. هذا الصراع أيضا، وواضح أن القيادة الديمقراطية تشجع كثيرا هذه الاحتجاجات من خلال الموقف الأخير للرئيس السابق باراك أوباما. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين محمد كريم، كنت معنا من واشنطن.
دعا وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيغو الولايات المتحدة إلى إلغاء إجراءات الهجرة الجديدة والخطيرة. إيغو فور وصوله إلى طهران تعهد الدفاع عن الاتفاق النووي، داعيا في الوقت نفسه إيران إلى الامتثال للاتفاق، متخوفا من موقف الإدارة الأمريكية تجاهه، ولا سيما بعد تلويح الرئيس دونالد ترامب بإلغائه. هذا ويناقش إيغو مع كبار المسؤولين الإيرانيين سير الاتفاق النووي وتطورات الشرق الأوسط. اعترفت الرياض بتعرض فرقاطة تابعة لها لهجوم قبالة السواحل اليمنية ومقتل 2 من طاقمها وجرح 3 آخرين. وكالة الأنباء السعودية أشارت إلى تعرض الفرقاطة لهجوم ب3 زوارق انتحارية أثناء دورية مراقبة غرب ميناء أو ميناء الحديدة اليمني. وكان الإعلام الحربي في اليمن قد أعلن أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بارجة سعودية في الساحل الغربي، وأوضح أن البارجة المستهدفة واسمها المدينة كانت تحمل على متنها 176 جنديا وضابطا وطائرة مروحية واحدة. منظمة أطباء بلا حدود تدعو منظمات الإغاثة الدولية والحكومات المانحة إلى زيادة استجابتها الإنسانية في اليمن وضمان وصول هذه المساعدات إلى جميع المحتاجين إليها، وتعرض في تقرير حالة الرعاية الصحية في تعز. التفاصيل مع فاطمة قاسم. هي المدينة التي سميت دمشق اليمن لجمالها وطيب هوائها. تعز المكتظة، ثالثة كبريات مدن اليمن، تعاني اليوم من التأثير المباشر والقاتل للحرب وسط انهيار للخدمات الصحية، كما يكشف تقرير منظمة أطباء بلا حدود. التقرير الذي يصب تركيزه على التأثير الذي يحدثه النزاع يلفت إلى عدم احترام مبدأ حماية المدنيين والمرافق الصحية والمرضى والعاملين في المجال الصحي من قبل الأطراف المتنازعة في تعز. الخدمات الطبية في تعز تأثرت بالعنف مباشرة، وتعرضت المستشفيات للقصف وأطلاق النار بشكل متكرر، حتى أن غارة جوية أصابت عيادة متنقلة تابعة للمنظمة، وأطلق مسلحون النار على سيارات الإسعاف وصادروها أو دخلوها عنوة. الناس في تعز بحاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الطبية والمياه والصرف الصحي والمأوى، فالوضع سيء للغاية. وبحسب التقرير، فقد نجم عن تضرر المستشفيات والنقص في الموظفين والإمدادات الأساسية انهيار فعلي للخدمات الصحية في تعز، ما تسبب بتقصير حاد في توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وقد دفع النظام الصحي المعطل المدمج مع أوضاع معيشية تزداد صعوبتها يوما بعد يوم إلى انخفاض في مستوى صحة الناس، وترتبت على ذلك بالأخص عواقب حادة على النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار، كما أن الرعاية الصحية المجانية محدودة للغاية والرعاية الخاصة باهظة التكاليف. هذه النشرة مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم. في سوريا أفادت مراسلة الميادين عن اتفاق جديد يقضي بخروج 250 مسلحا مع ذويهم من بلدة زرغاية في ريف دمشق إلى إدلب في غضون 48 ساعة. الإعلان يأتي بعد ساعات على إعلان بلدة غباغب في ريف درعا الشمالي آمنة بعد مصالحة شملت تسوية أوضاع 100 مسلح. عمران الموظف قبل الحرب قائد لواء ثوار غباغب في طريقه إلى تسوية وضعه. مئات الأمتار تختصر مسيرة 5 أعوام حمل خلالها السلاح وتزعم مجموعة من أبناء بلدته. تبدلت القناعات ومعها يطوي مع أكثر من 500 شخص صفحة قاسية في حياتهم. بكفي دم وتعبنا، وبدنا كلياتنا نعيش براحة بال ونرجع لحياتنا الطبيعية، نرجع لشغلنا، نعيش لأولادنا، نعيش لبناتنا، وبكفي. الأزمة طولت، خلصت يعني استغلوا الشعب السوري كثير. احنا راح نزت الماضي ورانا وبدنا نمشي لقدام، يعني بدنا ننساه. أكثر من 500 شخص بينهم 280 مسلحا انضموا للمصالحة، خطوة تستكمل خلال الأيام المقبلة لتشمل 500 شخص آخرين، احتفالية شعبية ومطالبة من الأهالي بإطلاق سراح الموقوفين. جوزي شرطي كان
ونخطف بدرعة من قبل الإرهابيين، وإلي 5 سنين وما بعرف عنه شيء وما مطلوب غير بالمعتقلين. إحنا هاي سوريا غباغب صارت بخير الحمد لله، وإن شاء الله سوريا بصير كلها بخير يا رب. يعني العالم اللي كتبت فيها تقارير ليش لحتى يعني إن شاء الله أنتم تطلعوا فيهم والله يفرج على الجميع يا رب. معالجة ملف الموقوفين تتولاه لجنة في محافظة درعا وبمشاركة ضباط أمن، دعم حكومي كبير لإنجاح المصالحات ولا سيما في حوران، مصالحات ضمدت جراحا كثيرة. هذه المصالحات هي تجليات لهذا الحوار ولهذا العمل السياسي. نحن نؤمن إيمانا قاطعا بأن العمل السياسي الذي يجب أن ينهي هذه الأزمة هو على شاكلة هذه المصالحات التي تتم اليوم. نجاح مصالحة غباغب يضغط على بلدات ومناطق أخرى تراقب بأمل إنهاء حالة الحرب والعودة إلى حياة طبيعية باتت من الماضي. أولى ثمار هذه المصالحة عودة الحياة إلى شريان حياة يربط بين بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا باتجاه دمشق عبر غباغب، مصالحة تعيد الحياة إلى بلدة حيوية بموقعها ومحيطها المجاور. محمد الخضر من غباغب في ريف درعا الشمالي، الميادين. قالت تنسيقيات المسلحين في إدلب إن هيئة تحرير الشام هاجمت المحكمة التابعة لحركة أحرار الشام في مدينة دارة عزة في ريف حلب الشمالي، ودعت الحركة قائد هيئة تحرير الشام أبو جابر الشيخ إلى وقف ما وصفته ببغي جبهة النصرة، وأشارت التنسيقيات إلى فشل الاتفاق على وقف القتال في جبل الزاوية بريف إدلب بسبب رفض النصرة الانسحاب من المناطق التي استولت عليها. وجهت السلطات الكندية رسميا تهمة القتل العمد إلى الطالب الجامعي الكندي الفرنسي ألكسندري بيسونت، وذلك لتنفيذه هجوما على مسجد مدينة كيبك وقتله 6 أشخاص وإصابته 6 آخرين. الشرطة الكندية عرضت مشاهد للمتهم في الحادثة وقالت إن المداهمات والتحقيقات ما زالت جارية للحصول على دليل لتوجيه تهمتي الإرهاب والنيل من الأمن القومي إلى منفذ الهجوم. لديه 6 تهم قتل من الدرجة الأولى تم رفعها من قبل المدير الجنائي والادعاء الجنائي. الشرطة الملكية الكندية تواصل تحقيقاتها وعمليات البحث جارية. يؤمل أن تظهر الأدلة أن التهمة تتعلق بالقسم 83 من قانون العقوبات المتعلق بالإرهاب والأمن القومي. وافق الرؤساء المشاركون في القمة الأفريقية على عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وتمسكوا في الوقت نفسه بعضوية الصحراء الغربية. عودة المملكة حصلت على التأييد غير المشروط ل 39 من دول الاتحاد الأفريقي 54. المغرب انسحب من الاتحاد عام 84 احتجاجا على انضمام الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها أنذاك جبهة البوليساريو من طرف واحد، لكن الرباط أعربت منذ نحو 6 أشهر عن رغبتها في العودة إلى الاتحاد. وقع 14 حزبا سياسيا في الجزائر بيانا مشتركا لتأليف الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية. الهيئة تطالب الرئيس الجزائري بإلغاء شرط الحصول على 4% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية، وهي شروط قانونية ملزمة للترشح للانتخابات البرلمانية. التفاصيل مع أسامة عبد النور. مباشرة عقب تنصيب اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات واقتراب استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس بوتفليقة، تحرك 14 حزبا سياسيا لمطالبة الرئيس بمراجعة قانون الانتخابات وإلغاء شرط المصادقة على التوقيعات والمشاركة السابقة في الانتخابات، شرط ترى فيه هذه الأحزاب إقصاء لها وحرمانا من المشاركة في الانتخابات المقبلة. أساس بمبدأ جوهري هو مبدأ عدم رجعية القانون، ومن خلاله المبدأ بمساس بمبدأ المساواة بين هذه الأحزاب وتكافؤ الفرص بين هذه الأحزاب. فما دام قد تم المساس بهذه المبادئ الثلاث، قلنا نحن في هيئة الأحزاب الوطنية وباقي الأحزاب حتى هذا هو يعني انشغالنا كامل، أن نلتمس من سيد رئيس الجمهورية مراجعة هذه المسألة. أكثر
أكثر من 70 حزبا اعتمدت في الجزائر عقب الإصلاحات التي أقرها بوتفليقة عام 2012، أحزاب لم تستطع الاستمرار وأخرى تزاول نشاطها. صحيح، يعني هي فائدة كبيرة وتسهيل كبير لو أن رئيس الجمهورية أخذ بكلام هؤلاء الإخوة، وهم مشكورون على كل حال أنهم يلغي هذه المادة ويسهل لنا الأمور، حتسهل أكثر. لكن بالنسبة لحزب العدل والبيان لم يلقى عائقا. تتعزز مخاوف الأحزاب الفتية في الجزائر عقب تهديدات وزير الداخلية بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة والمنسحبة، أمر استدعى تحرك هذه الأحزاب ورفع هذه المطالب. إذا لم تستطع أن تجمع 2,000-3,000-6,000 توقيع للدخول بقائمتك في الانتخابات، كيف يمكن أن نثق في وجودك في البرلمان؟ أعتقد أنه شيء مخجل هذا الأمر، هذا لأنه جمع التوقيعات موجود في كل دول، وهو يعبر عن جدية يجب أن تبرهن عليها هذه الأحزاب. أيام تفصل الجزائر عن استدعاء الهيئة الناخبة وبدء الاستحقاق الانتخابي الذي سيعيد رسم الخارطة السياسية في البلاد. إعلان 14 حزبا تأليف هيئة حزبية سياسية للمطالبة بإسقاط شروط الترشح للانتخابات التشريعية في الجزائر المرتقبة جاء متأخرا بحسب مراقبين، إذ لا يمكن لهذه الخطوة أن تصل إلى نتيجة ملموسة، بل ستدفع بهم نحو التحالف أو الانسحاب. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. إلى العراق، حيث صوت مجلس النواب على منح الثقة لوزراء اقترحهم رئيس الحكومة حيدر العبادي لتولي حقائب الدفاع والداخلية، ورفض منح الثقة للمرشحين لوزارات الصناعة والتجارة. تقرير عبد الله بدران. بتوافق داخل التحالف الوطني حسمت حقيبتا وزارتي الداخلية والدفاع، فنال رئيس كتلة بدر قاسم الأعرجي ثقة البرلمان سريعة وزيرا للداخلية، واللواء عرفان لحيالي ممثلا عن الأنبار وزيرا للدفاع. توافق النواب منح الثقة للوزيرين، لكن التصويت فتح من جديد باب الحديث عن الاستحقاق الانتخابي وحصة ائتلاف الوطنية وأحقيته بالوزارات الأمنية. احنا معترضين على الآلية والطريقة اللي قام بها رئيس الوزراء لمجموعة من الأسباب، واحدة منها استحقاق الوطنية، والأخرى الذهاب إلى الفضاء الوطني. وزارتان من أصل أربع حصل العبادي فيهما على الثقة لمرشحيه لهما. انسحب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي من الجلسة، واعترض غالبية النواب على مرشحي الصناعة والتجارة، بينما فوتت تركمان فرصة حصولهم على حقيبة وزارية بعدما تشتتت أصواتهم. نحن ننتظر في الأيام القادمة استئجار وزير تركماني آخر أو نفس الشخص يتم طرحه على المجلس النواب العراقي، وفي حال إذا لم يحصل أو لم يوافق رئيس الوزراء على وزير التركماني في الأيام القادمة سوف يحملون هما المسؤولية استئجار شخص تركماني لهذه المنصب أو أي منصب تنفيذي داخل مجلس رئاسة الوزراء. رفعت جلسة البرلمان بعد اليمين الدستورية لمن نال الثقة من المرشحين، ثقة اعتبرت إنجازا نوعيا للتحالف الحاكم اجتاز معه خلافات سياسية وأغلق ملف الوزارات الأمنية الشاغرة قبل معركة الساحل الأيمني للموصل. الحرب ضد داعش حسمت للعبادي حقائب الدفاع والداخلية، وإن طاوله اتهام بالمحاصصة من ائتلاف الوطنية، لكن العبادي أنجز ومعه رئيس البرلمان توافقا سريعا ودعما من التحالف الحاكم استند فيها الرجلان على حراك الشارع ودعوات الإصلاح وما قدم من وعود. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. والآن جولة على أبرز عناوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلتي بسان طرف. صباح الخير بسان. صباح الخير وفضل. صباح الخير مشاهدينا، جولة جديدة على أبرز معا ونتلو بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح. البداية مع صحيفة القدس الفلسطينية. تصاعد الرفض العالمي لقرار ترامب بشأن اللاجئين وحظر السفر، دبلوماسيون أمريكيون يحتجون ومظاهرات حاشدة في مدن أمريكا.
الرئيس لقادة القمة الإفريقية: أدعوكم ألا تكون علاقات بلادكم مع إسرائيل على حساب قضيتنا. التقى عددا من الزعماء قبل مغادرته إلى باكستان. أيضا عنونت هذه الصحيفة: الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يؤجل إلى اليوم التصويت على قانون شرعنة المستوطنات. ننتقل إلى صحيفة البلاد الجزائرية في العنوان الأول: جزائريان ضمن ضحايا هجوم مسلح بكندا استهدف أحد المساجد بإقليم كيبيك. وأيضا عنونت هذه الصحيفة: القمة 28 تنطلق وسط تحديات إفريقية ومناورات مغربية. أطماع المغرب والخطوط الحمراء للاتحاد الإفريقي. القادة الأفارقة يزكون بوتفليقة نائبا للرئيس الجديد ألفا كوندي. ننتقل من صحيفة البلاد الجزائرية إلى لبنان مع صحيفة البناء. جاء في العنوان الأول: ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضائية وإعلامية ودولية. المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة واستثناءات من قانون المنع. بر يعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسين. الأسد لمادورو: ما تتعرض له سوريا وفنزويلا ثمن لرفضهما إملاءات الغرب وأعوانه. وأيضا عنونت هذه الصحيفة: ضرب بارجة حربية سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، جاء في عنوانها الأول: إرهاب الكراهية يضرب مسجدا في كندا. مسلح قتل 6 مصلين وجرح 8 آخرين واستجواب شاهد مغربي. المغرب عاد إلى الحضن الأفريقي، 39 رئيسا أيدوا لصالح طلبه في أديس أبابا. موسكو ترد على المناطق الآمنة باشتراط موافقة دمشق. ننتقل إلى صحيفة عمان، جاء في عنوانها الأول: انتخاب وزير خارجية تشاد مفوضا للاتحاد الإفريقي، الموافقة على إعادة عضوية المغرب. مع هذا العنوان ننتقل إلى أبرز ما عنونته صحيفة الأهرام المصرية. في العنوان الأول: مصر تؤكد دعمها تحقيق التكامل الاقتصادي بالقارة السمراء. السيسي وديسالين يتفقان على تعزيز العلاقات بين مصر وإثيوبيا والتعاون المشترك. وأيضا عنونت هذه الصحيفة: ترامب يدافع عن حماية الأمة، لا أستهدف المسلمين. نختم مع عناوين صحيفة الوطن السورية: تطابق سوري روسي أممي، المناطق الآمنة يجب أن تحظى بموافقة دمشق. ترامب يدعو دول الخليج لتحمل التكاليف، ولافروف خطوات معينة لتخفيف وطأة استقبال اللاجئين. تحرير الشام تسعى للسيطرة على الريف الحلبي، الجيش تقدم بريفي حمص ودمشق، واتفاق وادي بلدة يمتد ليشمل بلدة سرغاية. مع هذا العنوان نختم جولتنا، شكرا للمتابعة. نعود إليك وفاء. شكرا لك بيسان، ونحن بدورنا لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عناوين النشرة. ترامب يقيل وزيرة العدل بالوكالة والمسؤولة عن الهجرة والجمارك لرفضهما تنفيذ قرارات الهجرة. التظاهرات تتواصل في المدن الأمريكية. الله أكبر. الرياض تعترف بتعرض فرقاطة تابعة لها لهجوم شنه الجيش اليمني أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفراد طاقمه. اتفاق على خروج عشرات المسلحين من سرغايا بريف دمشق بعد تسوية أوضاع مئات المسلحين في غباغب بريف درعا. وتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية، وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. في الختام شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.